السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر كلان يور دث المشاركة في بطولة الليبليتز، طبعا المشارك من أجل التسلية ومحاولة الحصول على ميدالية، طبعا مش مهم نأخذ ميدالية، المهم المشاركة. أكل حال ندعو جميع أصدقائنا في جميع الكلانات اللي يدعمونا مشان ندعمهم، لأنه الكلان اللي يرفض يبعت يعني ناس إنا وما يدعمنا، إحنا ما رح ندعمه بأي بطولة قادمة سواء كانت في المقاومة أو الاتحاد. يعني بالمختصر انا ما راح ادعم كلان هو مش متنازل انه يدعمني. طبعا هاي البطولة البليتز راح تكون مختلفة عن جميع بطولات البليتز الماضية، لانه بطولة البليتز هاي راح تكون مطحنة بمعنى الكلمة، لانه البطولة هاي راح تكون من 20 معركة. تعرفون عن شو 20 معركة؟ تعرفون شو يعني بطولة البليتز 20 معركة؟ يعني دمار طحن، لانها بليتز 4-21 معركة راح تكون البطولة عبارة عن ساحة حرب جهنمية. طبعا ما أدري هو خطأ ولا شو الموضوع، بس هتكون 20 معركة. طبعا الحمد لله جهزت جيشي، يعني طبعا الجيش راح أحتاجه في معارك اللي بليتز فقط. الأشياء راح أحتاج أدوات الحصار، الدراجون فلايت، شوية أشياء، يعني شو ما كانت الخريطة أو شو ما كان الوضع، بحر، مي، أرض، انا مستعد له ان شاء الله. طبعا ما ننسى نشكر جميع الاصدقاء الوافدين للكلان اللي انضموا لكلان يور ديث. طبعا هسه اللاعبين كلهم نايمين عم بتحضروا ويتجهزوا مشان نشارك في البطولة. طبعا ما ننسى نشكرهم، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل واحد يعني انضم للكلان. طبعا رح افضي مقاعد، لسه ضايل 10 مقاعد، لحقوا حالكم تعالوا انضموا معنا مشان نشارك في البليتز. والرجاء من اللاعبين اللي لساتهم بالكلان ما بدهم يشاركوا بالبليتز، رسلوني على خاص مشان اعطيكم طرد، او غادر لحالك وخلصنا منك، لانه انت الحين عم تطور او عم تمكس، راح تأخرنا او راح تخرب علينا فرصة حصول على ميدالية. طبعا هطرد شوية لاعبين، واحد منهم حكى لي ما راح اشارك، واثنين منهم باين عليهم نايمين. على جميع الاحوال ان شاء الله حنبلش لعب اليوم. اللي ما بعد طلب بعد طلب، لساته بكلان اجنبي يجي يتفضل، اهلا وسهلا بكم في كلان يور ديث. ما يعرف ينضم وبده يشارك يتواصل معي على رقم الواتساب الموجود في الوصف. اي واحد ما بيعرف ينضم وبده ينضم يتواصل معي على رقم او على رابط الواتساب اللي في الوصف، راح احط رابط واتساب في الوصف يتواصل معنا. اهلا وسهلا فيكم جميعكم، كان معكم اخوكم خليل من الاردن، اللقاء حتى نراكم في فيديو قريب. طبعا رسالة اعضاء الكلان، ما بده يلعب بطولة تبليتز الله معه، يغادر وريحنا منه بدون زعل، لانه هيكون سبب في فشل يعني العملية كاملة. سلام.